حفظ بقايا النور. أيقظ بقايا النور في الكون الكبير، فالناس في عطش وفي يدك النمير. أيقظ بقايا النور في الكون الكبير، فالناس في عطش وفي يدك النمير. قد مر في ذهني حكاية مسجد بالله من هذا التناسي يستجير. فتشت حين دخلته عن مصحف، فارتد طرف تشوقي مضما حسير. ورأيت فتيانا تقاسم حرصهم أجزاء مصحفهم، فصاح بي الضمير. حتى ما يبقى الظامئون بحاجة للنهل من نور هو الوحي المنير. وجلست أرتشف التنهد مطرقا، والفكر بين أصابع الذكرى يسير. ماذا يفيد تحسري إن لم يكن عزمي بدرب النور والتقوى جدير. صدقت نوايا عزمه، أعطاه ربك من عطاياه الكثير. كم قد أنار كتاب ربي من قرى كانت مراكبها إلى جهل تسير. هذه حكاية مصحف في مسجد، منها تهادت قصة العشر الأخير. لو يدرك الإنسان قيمة مصحف يهديه للدنيا لهان بها العسير. أو بعض أحكام تترجم للورى فتصح أفهام وينتبه الغريب. وقف كأن الشمس ليس تغيب عن رؤياه، والدنيا ترى فيها البشير. فلربما ابتسم الهدى لعوالم كانت تقاوم جهدها نفس المصير. هذه خيوط النور هل من ممسك، فالكون في عطش وفي يدك النمير. وقف كأن الشمس ليس تغيب عن رؤياه، والدنيا ترى فيها البشير. فلربما ابتسم الهدى لعوالم كانت تقاوم جهدها نفس المصير. هذه خيوط النور هل من ممسك، فالكون في عطش وفي يدك النمير. أيقظ بقايا النور، أيقظ بقايا النور في الكون الكبير، فالناس في عطش وفي يدك النمير. أيقظ بقايا النور في الكون الكبير، فالناس في عطش وفي يدك النمير. قد
فارتد طرف تشوقي مضنا حسين ورأيت فتيانا تغار.